احتفلت جامعة المستقبل هذا اليوم ببدء فعاليات أسبوع المستقبل للاستدامة، وهذه الاحتفالية تستمر على مدى أسبوع، تتضمن العديد من الفعاليات الرامية لتحقيق أو الإعلان عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالتالي أهداف التنمية المستدامة هي أهداف أممية 17 تختص بجميع مفاصل المجتمع، من الصحة والمياه إلى البطالة والعمل إلى العدالة الاجتماعية والتعاون والشراكات. لذلك سلطنا الضوء في هذا الأسبوع على جميع المشاركات في جميع التخصصات والتنوع المختلف. شاركوا معنا العديد من الجامعات العراقية، حوالي 40 جامعة وشركات وجامعات أجنبية. طبعا أحد أهم المؤشرات التنمية المستدامة، وخاصة يعني في مجال القطاع الزراعي ومجال التغيرات المناخية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، تنمية بيئية مستدامة للحفاظ على البيئة العراقية ككل. التعشيق اللي يكون بين مؤسسات الدولة ومع الجامعات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل الصورة الحقيقية بين الجانب التطبيقي والجانب النظري في هذا المجال. لذلك كانت جامعة المستقبل من الجامعات المبادرة في هذا المجال، وهذا اليوم الاحتفالية هي لعرض آخر التقنيات، آخر ما توصل إليه في مجال نقل التنمية، تطبيقات التنمية المستدامة للواقع. بدءا حقيقة بسرور بالغ تشارك جامعتنا جامعة ديالى في أسبوع المستقبل للاستدامة اللي تنظمه جامعة المستقبل في مدينة الحلة حقيقة وفي محافظة بابل. شرف كبير لنا أن أكون من المشاركين في هذا المهرجان حقيقة وفي هذا المعرض. الأسبوع يتضمن فعاليات عديدة، بدءا بعرض ما تقوم به الجامعات المختلفة المشاركة في من نشاط أنشطة متعددة في مجال الاستدامة. أن أسبوع الاستدامة اليوم أو موضوع الاستدامة موضوع عالمي ومهم، ويجب مواكبته في كل الظروف وفي كل البلدان. تشارك كل الجامعات ومن ضمنها جامعتنا بمعارض مشاريع وابتكارات جديدة كلها تتعلق بكيفية الحفاظ على الاستدامة والأمور التي تعمل على تطوير الجامعات العراقية إن شاء الله. حقيقة هذا اللي أشاهده أمامي حقيقة مجتمع يعني علمي يتطرق إلى الاستدامة حقيقة بجميع مفاصلها. الاستدامة طبعا احنا اللي خصنا بهذا الاستدامة النقل والمرور حقيقة. الاستدامة جزء مهم حقيقة من حياة الناس، بالتالي احنا تحقيق هذه الاستدامة مطلب رئيسي. نوفر عناصر من خلال النقاشات المستمرة مع الأساتذة اللي موجودين هنا والمحافظة. تعرفون محافظتنا تعاني من أزمة حقيقة، من زخم مروري جدا كبير، بالتالي نبحث عن الحلول الناجعة والرئيسية لتحقيق نقل مستدام في هذه في مركز المحافظة بالخصوص، وخاصة المنطقة المحصورة بين جامعة بابل وجامعة المستقبل. وإن شاء الله بهذا الاتجاه احنا ماضيين.